بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتابعين في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والحقيقة لا أقول إلا كما قال المغني أو المطرب وداعية: يا أخي الليلة تجمعنا للضحايا. خلاص الآن يوم عيد، أكل وشرب وعيد الأضحى، كل أكل وعيد وشرب ونفس، والحمد لله، ألا بفضل الله فليفرحوا، فالحمد لله. هذا الآن أقول وداعية يا أخي الليلة تجمعنا، لأن الخروف هذا صراحة يعني أتعبني تعب، مرة يرفس ومرة ينطح ومرة رجماه وهم سيارة يرص عليه من الشنطة يحط هنا قدام، وهذه كل قوة وهذا التزنباء عين للأكل، صار الخروف محشوشا عين للأنا، هذا محشوش اللي يعني اللي ما يعرفه الآن عرفوا عليه. العام الماضي شرحت لكم عنه، واليوم أوريكم كيف الآن المحشوش، يعني هذا هو محشوش. لكن للناس الجدد اللي ما يتعرفون عليه وما يعرفونه، أم غطى عليه يخربه، أم يد تخربه، ما يبغى كل يلا من عقد كفي بس. هذا هو محشوش، ما شاء الله تبارك الله، وكلها أيام. والمحشوش هو عبارة عن مثل ما هو صار العنب زبيبا، وصار الخروف محشوشا، صار تفيد التحول، تحول هذا الخروف الذي يمشي على الأرض إلى محشوش قطع الآن، خلص لحمة. فدحين الآن تحول اللحم هذا كالأحمر، والشحم هذا كله، والدهون هذه الدهون ترى ها عينه الصابر تقول كانوا سيل، هذا هو مرض، المرض هذا الكوليسترول هذا ينبغي عليك أنك تصفيه وتطلعه برا، وتأكل اللحمة أم حمراء أو سودة هذه أحسن لك منها ما في. لكن هذا هو مرض، أم صليل، هذا اللي احنا نقوله صليل، الأول يقوله صليل، وهو عبارة عن كوليسترول ودهون وبلاوي، فينبغي عليك انك انت تبتعد عنها بالمره. وهذه التعليمات لكم من ابو مطران، محبكم دائما في كل خير وفي كل ما يعود عليكم بالنفع والفائده. اسال الله ان يوفقني واياكم، وان يعيدنا ويرضى، وكل عام وانتم بخير، ويسعدنا واياكم ان شاء الله دائما وابدا. وسامحوني اذا انا قصرت او اخطات او طولت عليكم في شيء، فالحياه هكذا لا بد منها، فيها قصور وفيها سلبي وفيها موجب. تحياتي لكم، محبكم ابو مطران. وهذا هو المحشوش والأشياء والأخطاء التي فيه اليد والغطاء. أحضر هذه الثنتين بس، لا تصلوا يدك، لا تأكل بها من قدر هذا، إنما تبرك برا وتأكل بيدك، ما يهم، ما يخرب عليك، لكن يخرب هنا من قدر هذا الكبير اللي ومغطى هذا يخربه أكثر وأكثر، يصبح يعني ما يتخزن ويصبح ما معفن يتعفن وما يصبح يعذب ولا شيء. تحياتي أخيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.